طب استاذ سامي معانا، برحب بيك يا استاذ سامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. استاذ احمد، عاوز بس استفسر سؤالين كده سريع. هتسالني يعني؟ ماشي اتفضل. إيه، انت ليه حضرتك يا استاذ احمد ما بتتكلموش على الحادث الاهم، ان اردوغان عاوز يصفق ثروات الشعب الليبي بالاتفاق مع قطر، ليه ما بتتكلموش على كده؟ يعني ما بنتكلمش عن الحدث الأهم اللي هو الرئيس التركي عايز يعمل إيه؟ قول لي كده. عاوز يسرق ثروات الشعب الليبي عايز ويخش، يسرق كان عاوز ثروات يخش الشعب من الليبي؟ أنت ليبي حضرتك؟ أنت أردوغان. ليبي ولا إيه يا أستاذ سامي؟ أنت ليبي؟ لا أنا مصري، أنا طيب مصري، إيه اللي أنا مصري. عرفك إن أردوغان هيروح يسرق ثروات ليبيا؟ مين اللي قال لك كده؟ هو إحنا ما بنشوفش يا أستاذ أحمد، أنت بتشوف فين يا أستاذ سامي؟ بتجيب معلوماتك بنشوف منين؟ إن هو كان عاوز يخش ليبيا عن طريق تونس ويسرق ثروات الشعب الليبي ويدخل لا الميليشيات انت بتاعته كده يا استاذ ليبيا. احمد بتتفرج على احمد موسى وعمرو اديب والناس دي هو اللي يكلمك ووائل بالصحيح الابراشي. بيتفرج على أحمد موسى؟ يا استاذ احمد، استاذ احمد بص، انا لما بطلع يا استاذ سامي اقول لك مثلا معلومه، بقول لك والله هذا الخبر جاء من وكاله كذا ومصدره كذا بمعلومات تمام بارقام تمام باوراق بمستندات. نتخطى اسمعني، انا النقطة هدي دي لك يا أستاذ فرصتك أحمد. والله، اسمعني بس هدي لك فرصتك. لكن لما تطلع تقول لي ماشي. اصل اردوغان هيروح مش عارف يعمل ايه في ليبيا ومش عارف مين هيروح يعمل ايه في العراق، ده كلام مرسل. انا ممكن اقول انا وانت احنا قاعدين بنلعب دور دومنا على القهوه او بنلعب دور عشرة تمام طاوله او تمام الكلام ده كله، انما لما نطلع نتكلم في معلومات وعن رئيس دوله كبيره زي تركيا او رئيس دوله كبيره زي اي دوله في العالم، لازم نكون بنتكلم من مصدر طب موثوق عشان نتكلم في المشاهد النقطة الثانية. يحترمنا. اتفضل طب يا استاذ النقطة سامي، الثانية يا أستاذ أحمد. اتفضل يا فندم تحت امرك. طب النقطة الثانية، سؤال برضو لحضرتك، طب هو بقول لك ايه صحيح، بقول لك محمد ايه صحيح علي يا استاذ سامي، بما انك بس والله انا بحيي فيك جدا ان انت غيور على شعب عربي زينا اللي هو الشعب الليبي، بس انا عايز اطمنك على حاجه في الاول، اردوغان بيساعد الليبيين مش هيسرق ثروات الليبيين، دي حاجه. الحاجه الثانيه، ايه هي الثروات اللي انت تعرفها اللي موجوده في ليبيا اللي اردوغان طمعان فيها وراح يجيبها؟ هياخدها ازاي يعني؟ ايه هي الثروات وهياخدها ازاي؟ الثروات بتاعت الشعب الليبي عبارة عن النفط والبترول، ويدخل ميليشيات ويدمر الدول طب وايه العربية. رايك في وايه هو رايك في اللي دي حفتر مفهوم مسيطر يعني. وايه رايك في اللي حفتر مسيطر عليه بالتعاون مع عبد الفتاح السيسي والثوره المضاده على الشعب الليبي من قبل عبد الفتاح السيسي وحفتر الانقلابي واثنين جنرالين منقلبين على شعوبهم، ايه رايك في ده؟ لا هو حفتر بيمثل وعلى الجيش فكره يا الوطني استاذ الليبي سامي يا انا مش استاذ بقول لك، احمد. انا دايما وعدتك ان اقول لك كلامي بمعلومات، السيسي وعد وعد ماشي انت واتكلم ماشي ماشي وكلم ترامب كمان وقال لك احنا رايحين ليبيا وبتاع الكلام ده كله. السيسي اللي قال مسافه السكه واولادنا كانوا بيموتوا في ليبيا يا استاذ سامي ما عمل لهمش اي حاجه، تمام؟ لكن ومين السيسي اللي عشان قتل حفتر اولادنا؟ ومين محتاجه، اللي قتل اولادنا في مصر يا استاذ احمد؟ اللي قتل اولادنا في مصر انت عارفهم وانا الاقباط مين عارفهم اللي كويس. قتلهم؟ الاقباط مين اللي قتلهم في مصر واللي ذبحهم مين؟ اسال حبيبي العدلي من ايام القديسين، طب اسال حبيبي العدلي. نتجاوز النقطة دي يا أستاذ أحمد، نتجاوز النقطة دي، نتجاوزوها. خلاص محمد تمام، علي. لو انت حابب نتجاوزها خلاص، انا بس بتكلم مع حضرتك يعني محمد عشان علي، محمد بحترم علي، رايك. محمد علي، محمد اتفضل، علي. ماله محمد علي يا فندم؟ هو محمد علي لما أخوه طلع عمل فيديو كده وقال له يا محمد عيب، أنت سرقت فلوس خواتك الأيتام. تمام، دي ما كانش برضه، دي برضه النظام كان مخلي أخوه يعمل كده بالإكراه برضه. جميل جدا. لما اخوه طلع وقال كده انا لست منوبا عن محمد علي، ولكن محمد علي خرج طب بفيديو امال كامل هيمشي شعبه ورايا وتكلم عن ازاي؟ واحد فرق عيال اخوه هيمشي شعبه طب ورايا يا استاذ احمد؟ يعني واحد فرق عيال اخوه احنا هنمشي وراه؟ انت سالتني وانا جاوب بقى، المفروض انا جاوب بقى. لما خرج اخو محمد علي وعمل كده، ولما احمد موسى جاب والد محمد علي امامه في الاستوديو وعملوا الفيلم اللي عملوه ده كله وضغطوا على الراجل وضغطوا على الناس، الراجل محمد علي بنفسه طلع ورد. انت بقى تاخد رد محمد علي وتسمع اللي اتقال وانت كمواطن تقرر، انا مش واصي على ده ولا بدافع عن ده ولا بدافع عن ده، انت في الاخر راجل مواطن ليك دماغ وانا بحترم عقليه اي مواطن مصري، فانت ليك تختار بقى، تسمع ده وتسمع ده وتختار وتشوف الراي الصح فين، لكن انا مش هطلع اتكلم بالنيابه عن حد يعني، تمام؟ لو انت عايز تودع بقى 2019 عشان تلحق تقول رايك قبل ما المكالمه تخلص، تقول ايه يا استاذ سامي 2019؟ تودعها بكلمه تقول فيها ايه؟ نقول ان شاء الله مصر امنه، ونقول ان شاء الله ان ما عادش في ثورات هتحصل تاني، لان الشعب ده خلاص الثورات، وما عادش في الكلام اللي بيقوله محمد علي ده هيحصل تاني يا استاذ احمد. طيب خلاص، ده رايك وانا بحترمه جدا وبشكرك شكرا جزيلا شكرا. يا استاذ سامي على وجودك معانا. استاذ سامي بس في الاخير كان بيقول ان هو بيودع 2019، بيقول فيها ان مصر بلد امن وامان ومصر امنه واحنا مش عايزين ثورات تاني،
ده رأي أستاذ سامي.